بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن نبتهج ونبتهل اليوم لعودة والدنا سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي، وإنه للطف من الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا طريقا نمشي ونسير عليه، ألا وهو طريق الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكذلك طريق العلماء والمجاهدين المخلصين السائرون على نهج ورسالة السماء، والذين أمرنا باتباعهم الإسلام الحنيف، وكذلك إمامنا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن مخلصين العلماء الأعلام هو سماحة العلامة الوالد عبد الله الغريفي. نتمنى له دوام الصحة والخير إن شاء الله رب العالمين. والآن الكلمة تنتقل إلى الأخ راضي العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ملتقى الصوم الثقافي نتوجه بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا لبركة حفظه عز وجل لعالمنا الجليل سماحة السيد عبد الله الغريفي، وذلك بسبب السفرة الخاصة بالفحوصات الطبية والذي كللت بالنجاح الحمد لله رب العالمين. كما أوجه شكري أيضا لجميع من حضر باسمي وباسم جميع الصم، لكم نوجه الشكر، كما أنني أدعو رب العالمين عز وجل أن يحفظ سماحة السيد عبد الله الغريفي وكل علمائنا الأجلاء، وذلك لما فيه من خير وصلاح لنا ببقائهم. نعم، فبقاء العلماء معنا هو خير وبركة علينا. وأخيرا أوجه لكم كل الشكر ملتقى الصم الثقافي البحريني.